زعما ديجا كان من قبل كان عطاوها له عطاوها له صافي صافي دو مومي صافي تروا مومي عطاوها له ما كانش على باله لي فيكتيف كي داير الجوره اللي كانوا عندنا بصح كان يشوف كان يميز كان على باله بلي عندنا مونك بزاف الديفونس كيما بن سبعيني ما عيط له بن سبعيني وكان على باله بلي موندي راه 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 بليسي وبن طالب ما كانش وما كان عاد بن سبعيني ولا لو كان دا فورماسيون دير 3 دير 3 راح دار زفان وعلى باله بلي زفان مونك دونك هذا راه مونك فورماسيون ما عندها لا فورماسيون لا والو حنا ماذا بينا جيبوا لنا ان اونترينور قد البلاد تاعنا قد الجيري تاعنا انا جاب لي ربي نكون غير راح طول ديجا باسكو ديجا هما كي جابوه صحاب القرار كي جابوه ما جابوش اونترينور اللي يخدم ليكيب ناسيونال اولتها اللغه لا يتقن لا فرنسيه ولا انجليزيه والتواصل بينه وبين اللاعبين ما كانش يحوسوا على انا انتربريت باش يوصل الكلمه للاعب هذه ديجا غلطه كبيره قبل يا ربي غلطوه مين في التشكيله يجيب الناس اللي قاعدين في لي بون دو توش يلعبهم وحنا عندنا خيارات هنا في اللاعبين اللي قادرين يمدوا ان بلوس ليكيب ناسيونال احنا ماذا بينا يروح لانه النتيجه كانت مخيبه للجماهير حتى الاختيار تاع اللاعبين في المقابله الاولى كما هذه مع كاميرون فريق نقولوا قوي حسب المجموعه التشكيله كانت خاصه في غولي وابراهيم انهم يدخلوا المره الاولى يحدوا النتيجه تاع المقابله ومن بعد يخرجوا يدخلوا بدبوز انا في رايي هذا هو احنا ماذا بينا هذا الناخب هذا يروح